السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات المصطلحات الطبية. المصطلح اللي معانا النهاردة هو مصطلح القولون التقرحي. القولون التقرحي ده يا جماعة ده مرض من الأمراض اللي بتصيب القولون، بتصيب جدار القولون، وده مبدئيا كده مرض عضوي. ده مرض عضوي يعني هيبقى فيه مشكلة في جدار القولون، هيبقى فيه مشكلة في العضو نفسه، مش زي القولون العصبي اللي كانت المشكلة مشكلة وظيفة والعضو سليم. لا، القولون التقرحي ده مرض عضوي، يعني فيه مشكلة عضوية تستلزم ان هي تتشخص بتحاليل وفحوصات، وتستلزم ان هي تاخد لها علاجات مخصوصه لهذا المرض. القولون التقرحي ده نوع من انواع الامراض القولون المناعيه. يعني ايه امراض قولون مناعيه؟ دايما الناس لما بتسمع كلمه مرض مناعي ده على طول بيجي في بالهم ان المناعه ضعيفه. لا يا جماعه، لما نقول مرض مناعي ده مش معناه ان المناعه ضعيفه خالص. مناعة ضعيفة ده مرض اسمه مرض نقص المناعة، لكن لما نقول مرض مناعي ده معناه ان المناعة قوية وسليمة ولكن حصل فيها خلل، فبدل ما تدافع عن الجسم بقت هي اللي بتهاجم الجسم. ده معنى كلمة مرض مناعي. المفروض جهاز المناعة ده السليم ربنا سبحانه وتعالى خلقه يقدر يفرق بين جسم الإنسان وبين أي عدو خارجي ممكن يصيب الإنسان زي البكتيريا والميكروبات والفيروسات والطفيليات والحاجات دي. فجهاز المناعة ده هو موجود في الجسم كله، موجود في الجهاز الهضمي، موجود في الدم، موجود في الكبد، موجود في الكلى، موجود في الجلد، موجود في العين، موجود في الجسم كله. وربنا سبحانه وتعالى اداله المقدرة انه يقدر يفرق بين الخلايا بتاعتنا بتاعت الانسان نفسه والخلايا الخارجية اللي هي مش بتاعتنا. اللي بيحصل بقى في الامراض المناعية ان جهاز المناعة ده بيحصل فيه خلل كده، بيتجنن ويبدأ ما يقدرش يتعرف على الخلايا بتاعت الجسم الانسان نفسه، فيبدأ يهاجم جسم الانسان وهو متخيل ان ده ميكروب او بكتيريا او عدو خارجي بيضر الانسان. فامراض القولون المناعيه دي مجموعه امراض بيحصل خلل في جهاز المناعه، فبالتالي جهاز المناعه بيبدا يشوف جدار القولون على انه حاجه خارجيه خارج الجسم، حاجه مضره بالجسم، عدو خارجي، وانه لازم يضرب فيه ولازم يهاجمه ولازم يموته. فيبدأ جهاز المناعة بتاعك يهاجم القولون بتاعك ويبدأ يسبب الأمراض اللي هي الأمراض المناعية أو أمراض القولون المناعي. القولون التقرحي ده بقى نوع من أنواع الأمراض المناعية، ده هي اللي بيحصل خلل في جهاز المناعة فيبدأ هو اللي يهاجم جدار القولون. وأول ما جهاز المناعة بيهاجم الغشاء الداخلي بتاع القولون، البطانة بتاعة القولون، وبيهاجم بعنف. يعني جهاز المناعه من الاجهزه اللي لو حصل فيها خلل بتهاجم بعنف شديد لدرجه ان هي بتكسر البطانه بتاعت القولون وجدار القولون الداخلي ده، وبتبدا تعمل قرح 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 في القولون، وبالتالي يبدا المريض يعاني من اعراض كتيره جدا مرتبطه بالقرح اللي هتتكون في جدار القولون. ولو لا قدر الله المريض ما اهتمش وما تشخصش وما تعالجش كويس، ممكن بعيد الشر بعيد الشر ربنا يحفظكم من كل سوء ومن كل شر، الموضوع يتطور ويبدا يحصل ثقب في القولون، او يبدا يحصل تليفات في جدار القولون، او انسداد في القولون، او التهاب في الغشاء البريتوني، او تسمم في الدم، او يعني مضاعفات. ربنا يحفظكم يا رب وما تحصلش لاي حد ابدا يا رب باذن الله.
الاعراض اللي ممكن تيجي بقى من المرض القولوني التقرحي ده، هو الحقيقه في البدايه الاعراض بتبقى اعراض عاديه جدا زي اعراض القولون العصبي، اللي هو شويه مغص وشويه انتفاخات واستتقال مع شويه اسهال متكرر. ولكن بيبقى عندنا ثلاث علامات مهمين جدا جدا، ومعظم الاطباء عارفينهم طبعا، بيقدروا يخلوا الطبيب يشك ان ده مش قولون عصبي وان ده ممكن يكون حاجه ثانيه، وبالتالي هيطلب منك شويه تحاليل وفحوصات. الثلاث علامات دول: رقم واحد ان يكون في دم مع البراز، لما يكون في دم او مخاط او رغاوي كتير كده بتنزل مع البراز بصوره متكرره، لا يبقى احنا لازم نشك في ان ده ممكن يكون قولون تقرحي ومش مجرد قولون عصبي ولا مجرد حاله عصبيه. رقم اثنين ان يكون القولون التقرحي جاي باسهال متكرر بيصح المريض من النوم. يعني كون ان انت يجيلك اسهال مرتين ثلاثه بالنهار ده ممكن يكون قولون عصبي، لكن انك تنام وتقوم من النوم مخصوص علشان عندك اسهال او استتقال او عايز تخش الحمام، وبعدين تنام وبعدين تصحى تاني بعد ساعتين برضه علشان تخش تعمل حمام براز، لا ده ينفي تماما القولون العصبي، ولازم نشك على طول ان يكون ده قولون تقرحي او التهاب مناعي او حاجه عضويه في القولون. ورقم ثلاثه ان يكون مصاحب لاعراض القولون ديت انيميا حديد، انيميا ناقص حديد متكرره. دي طبعا تخلينا نشك جدا ان ممكن المريض يكون عنده قولون تقرحي. التشخيص بتاع القولون التقرحي ده بيتم رقم واحد ان لازم الدكتور يشك ان ممكن يكون في حاجه من الحاجات ديت. طبعا الدكتور بياخد التاريخ المرضي من المريض ويبدا يساله شويه اسئله ويقوم يفحصه، ممكن يطلب التحاليل المبدئيه. لو الدكتور شك ان ده ممكن يكون قولون تقرحي هيبقى لازم شويه فحوصات ضروريه. الفحوصات بتاعت القولون التقرحي بتنقسم لثلاث انواع. النوع الاول تحاليل عاديه مبدئيه، لان الدكتور هيطلب منك صوره دم كامله، هيطلب منك سرعه ترسيب، هيطلب منك معامل الالتهاب اللي هو السي ار بي، هيطلب منك تحليل براز عادي، وهيطلب منك تحليل براز مخصوص اللي هو حاجه اسمها نسبه الكالبروتكتين في البراز، الفيكال كالبروتكتين ليفل. وبناء على التحاليل دي هيقدر الدكتور يقيم اذا كان فعلا شكه في محله، ده ممكن يعني في شك قوي او اشتباه قوي ان ده قولون تقرحي، ولا التحاليل هتنفي وجود القولون التقرحي. لو التحاليل دي خلت الدكتور يشك اكتر ويشتبه اكتر في قولون تقرحي، هيبقى لازم رقم اثنين انه هيطلب من حضرتك منظار قولوني. ولا غنى عن المنظار القولوني في تشخيص القولون التقرحي يا جماعه، حتى لو كل التحاليل اللي احنا قلناها طلعت ايجابيه، حتى لو سرعه الترسيب عاليه والسي ار بي عالي وفي انيميا والكالبروتكتين عالي، برضه يا جماعه لازم نعمل منظار قولوني. طب ليه يا دكتور؟ ليه منظار وحوالام واتخدر والمنظار يدخل فيا؟ اولا المنظار ما هواش حاجه وحشه، ما هواش حاجه مقلقه، لان في بعض الناس بتظن المنظار ده يبقى خلاص حاجه وحشه. لا يا جماعه، المنظار ده اجراء تشخيصي سهل جدا وجميل جدا. المنظار ده بيبقى سمكه يعني زي سمك الخرطوم بتاع السماعه اللي احنا بنسمع بيها دي كده، بيدخل من فتحه الشرج من الفتحه الطبيعيه من غير فتح ولا جراحه ولا حاجه، ممكن يتعالج، ممكن يتعمل بتخدير وممكن يتعمل من غير تخدير بحقنه مهدئه كده وخلاص. وبيفيدنا جدا جدا في التشخيص. بيفيد في ايه بقى وليه ضروري وحتما ولابد نعمل منظار؟ رقم واحد هيؤكد التشخيص. انا ما اقدرش احلف على المصحف ده قولون تقرحي من غير ما اعمل منظار، ما الاعراض دي ممكن تكون مع حاجات تانية كتير غير القولون التقرحي. رقم اثنين ان هقدر اخد عينه من التقرحات دي او اخد عينه من جدار القولون واحللها، وده هيساعدني ان انا اتاكد التشخيص وهيعرفني درجه المرض. المرض ده ممكن يكون الدرجه بتاعته مثلا 1 على 10 2 على 10 5 على 10 7 على 10، وعلى حسب درجه نشاط المرض ده احنا هنحدد العلاج. وبالتالي انا محتاج المنظار في التشخيص ومحتاج المنظار في ان احدد نوع العلاج وقوه العلاج اللي انا هكتبه للمريض بتاعي. رقم ثلاثة المنظار ممكن يشوف حاجة مستحيل نشوفها من غيره. لو لا قدر الله في ثقب صغير بدأ يتكون في جدار القولون، لو لا قدر الله في تليفات داخلية في القولون، لو لا قدر الله في زوائد لحمية في القولون، الحاجات دي يا جماعة ما بتتشخصش من غير منظار. لو عملت سونار وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي مهما عملت الحاجات دي ما بتتشخصش من غير المنظار. فالمنظار مهم جدا جدا في مرض القولون التقرحي. يبقى قلنا رقم واحد التحاليل المعملية المبدئية، ورقم اثنين المنظار، ورقم ثلاثة ودي هتتعمل أثناء المنظار العينة، إن إحنا لازم ناخد عينة ونحلل العينة باثولوجي ونشوف نوع الخلايا اللي موجودة ونشوف درجة الالتهاب المناعي ونشوف الالتهاب المناعي وصل لحد فين والقرحة درجتها قد إيه، وصل لحد فين في جدار القولون ونسبتها قد إيه.
لان بمجموع الحاجات دي كلها بيتاكد التشخيص وبنحدد نسبه نشاط المرض وبنحدد انسب علاج المفروض المريض ياخده. العلاج بتاع القولون التقرحي، نبدا بالحاجات المطمئنه. اولا القولون التقرحي ده هو لوحده في حد ذاته مرض حميد 100%، هو مرض مناعي ولكن مرض حميد، ما هواش مرض خبيث خالص، فعادي جدا بيتاخد له علاجات والمريض بيتابع وبيتحسن جدا وحياته بترجع تاني لطبيعتها واموره بتستقر خالص باذن ربنا سبحانه وتعالى. رقم اثنين، القولون التقرحي ما هواش مرض معدي، يعني ما تخافش، يعني حواليك ما يخافوش منك، او مثلا لو واحد مع مراته او ست مع زوجها او مع اولادهم عادي جدا، مرض القولون التقرحي ما هواش مرض معدي ولا حاجه. رقم ثلاثه، المرض القولون التقرحي والامراض المناعيه في المجمل معظم الامراض المناعيه ما هياش وراثيه، فما تخافش، هو مش هينتقل لاولادك ولا حاجه، هو مرض مناعي مكتسب، هو حصل لك كده اثناء الحياه بسبب شويه لخبطه في الجينات، على شويه التهابات فيروسيه، على شويه تغيرات كده في الدي ان ايه، لكن دي كلها حاجات مكتسبه حصلت لك اثناء الحياه، ما هياش موجوده في النطف وبالتالي ما بتنتقلش للاولاد، فهو مش مرض وراثي ولا حاجه. الاخبار بقى اللي هي مش لطيفه، يعني ان هو مرض مزمن، يعني هو حتى الان مرض مزمن ما فيش علاج نهائي ليه يخليه يخف ويختفي خالص، بس انت حضرتك ممكن تعتبره زي مرض الضغط، يعني زي مرض السكر، هو مريض السكر يعني ما بيعرف ان هو عنده سكر خلاص بقى الدنيا هتسود في عينيه وخلاص هيموت؟ لا ابدا، ده ممكن يعيش مرض السكر ده 100 سنه بس يتابع ويظبط اكله وياخد العلاج بانتظام ويعمل تحاليل بانتظام وخلاص. فهو نفس الكلام، هو مرض مزمن ولكن مرض بيتابع بيتحسن، الاعراض بتاعته بتختفي، نمط الحياه بيرجع تاني لطبيعته مع العلاجات والمتابعه بالتحاليل والفحوصات كل فتره. فلو حضرتك هتاخد علاج بانتظام وتاخد العلاج المناسب وتتابع بالفحوصات والتحاليل هتلاقي نفسك كويس جدا، هو هيبقى مرض مزمن وتقدر تاخد علاج على طول يعني، ولكن هو مرض بيتابع وبيتحسن واموره والامور بتستقر والحياه بترجع لطبيعتها مع العلاجات والمتابعه. والحاجه الثانيه اللي مش لطيفه، ان لازم في مرض القولون التقرحي المريض يعمل منظار كل فتره طويله شويه، يعني لازم حتى مع العلاجات ومع التحسن لازم كل فتره كده ايه، كل سنه او كل سنتين او كل ثلاث سنين، بتختلف من مريض لمريض، الطبيب هو اللي هيحدد لك انت هتعيد المنظار كل قد ايه، انك لازم تعمل المنظار مثلا بعد سنتين بعد ثلاث سنين علشان نتابع الحاله، نطمن ان مفيش حاجه جدت، نطمن ان الدور القولون سليم، نطمن ان مفيش تقرحات، ان الامور مستقره. دي طبعا بتبقى حاجه مهمه، هي حاجه ممكن تكون مش لطيفه ولكن هي حاجه مهمه جدا في متابعه هذا المرض، ويعني نامل من ربنا سبحانه وتعالى ان تكون المعلومات دي بتفيد المرضى، وربنا سبحانه وتعالى يشفي كل مريض ويحفظكم، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.